طبعا بعد ما نشرت الفيديو مال البارحة وتكلمت عن حكام السعودية وإيران، طبعا ردود الفعل من الذيول ذكرتني بنكتة قديمة كلش. النكتة تقول: كان اكو سني وشيعي، اثنيناتهم راحوا الى معرض سيارات بالنهضة يردون يشترون سيارات 2 كية، كل واحد ياخذ له كية بالاقساط. بعد فترة التقوا الاصدقاء مرة ثانية، السني سأل الشيعي قال له: ها اخويا فلان ابو فلان، شونك اخبارك، طمني، سددت اقساط الكية لو بعدك؟ قال له: هو سددت الاقساط واشتريت بعد 2 كيات. فقال له ابو فلان: شلون سويت هذا الشغلة؟ قال له: هاي قضيتها اليوم مقتل الحسين، باكر جرح الفلان، وذاك المشاية، وفلان قتل وفلان انجرح، وهاي وفئت الامور وكل شيء صار تمام. صاحبنا السني اخذ الموضوع وقال لك: انا راح هم اسوي نفس الشيء. اخذ الكية مالته وراح وقف يوم ابو حنيفة، ينتظر اسبوع، 10 ايام، شهر، شهرين، 6 شهور، كل شيء ماكو، لا ركاب ولا اجو احد. اندار على ابو حنيفة قال له: رحم لابوك، ما تقول لي انت لا انجرحت ولا شاركت بحرب، شنو كنت تدافع بدل؟ فالشغلة مال جماعة السعودية وجماعة الناس اللي بإيران تتطابق على هذه النقطة. الإيرانيين أكلونا، وحكام السعودية يساعدون اللي أكلونا بحجة الحضن العربي وإرجاع العراق إلى أصله. وهذا بسمار والعاقل يفتهم. تحياتي للجميع.